وصفتنا لليوم، دائما احنا متعودين في قناتنا مطبخ بهاء أفوفا نقدم لكم احلى والذ واروع الوصفات المميزة. علشان هيك اليوم جبنا لكم وصفة بسبوسة معجونة بالقشطة لحتى تتدلعون فيها وتستمتعون بطعمتها اللذيذة، بدون دهن، بدون زبدة، بدون سمنة، بدون زيت، بس عجناها بالقشطة، لذيذة لأكثر حد ما تتصورون. راح تخلصون الصينية، مناسبة كثير لحتى تقدمونها لضيوفكم. خليكم مع مطبخ بهاء أفوفة لحتى تشوفون مقادير وصفة اليوم. لمقادير وصفتنا لليوم بدنا كوبين سميد خشن أو وسط، كوب سكر، كوب جوز هند، ملعقة طعام بيكنج باودر، وعلبتان قشطة. وبدنا كمان بنفس هاي علبتان القشطة نكيل فيها 2 مي، والحشوة علبتان أو أكثر من القشطة الطازجة أو الكذابة. إحنا عملناها معاكم، راح نشارككم الرابط تبعها بصندوق الوصف لحتى تعملونها. وبدنا كمان القطر، كوبين سكر وكوب مي وربع، وكمان بدنا رشة ملح، ليمون، أو إذا كنتم حابين فيكم تستغنون عن ملح الليمون بملعقة طعام عصير ليمون. وبهذا الشكل تكون مكوناتنا جاهزة. خلينا نبدأ بعمل هالبسبوسة السهلة. أول شي راح نخلط المكونات الجافة مع بعض. وراح نضيف عليها علبتين القشطة، وكمان راح ننفس ما قلنا لكم تكيلون فيها المي، راح نحط علبتين مي يعني من هاي اللي تبع القشطة. بهذا الشكل احنا علبة القشطة اخذناها وحبيناها مي وحطينا علبتين مي. وراح نبدأ بعجنها شوي شوي، مو يعني عجن قاسي، مثل تفريك أو مزج، لحتى السميد والمواد الجافة تتشرب القشطة والمي. راح نجهز صينية الفرن. تاخذون أي صينية فرن أنتم بدكم إياها وتدهنونها بالطحينية، إذا ما عندكم طحينية حطوا مثلا سمنة. قسمنا بالضبط يعني تقريبا العجينة بالنص، وراح ناخذ القسم الأول وراح نمده بصينية الفرن المدهونة بالطحينية أو السمنة بهذا الشكل اللي أنتم شايفينه. طبعا أنتم فيكم تحشونها بالقشطة الكذابة، احنا حاطين هاي طريقتها على قناتنا باليوتيوب، أو إذا أنكم حابين بالقشطة الطازجة وكميتها حسب رغبتكم، علبتين أكثر، هذا شيء يرجع لذوقكم. وكمان فيكم تعملونها بدون حشوة، يعني بس بهذا الشكل تمدونها بالصحن أو بالصينية، أو تحشونها بهيك بالقشطة نفس ما أنكم شايفين إحنا حطيناها. طبعا هالبسبوسة من ألذ وأحلى وأروع أنواع البسبوسات، راح تحبونها، بسبوسة لذيذة، وكمان يعني طعمة القشطة فيها ما في يعني أحلى من هيك. من الآخر راح ناخذ القشطة وندهنها، وبعدها القسم الثاني من العجينة البسبوسة راح ناخذه ونفس ما أنكم شايفين نفرد يعني بإيدنا القطعة، ونفردها نفس ما أنكم شايفين بإيدنا، وبعدين نحطها لحتى نساوي سطح البسبوسة وتتغطى القشطة نفس ما أنكم شايفين. وتأكدوا إنه ما يكون في من البسبوسة لما يعني تعملونها يكون البسبوسة مغطية كل القشطة، لأنه ما بدنا القشطة تكون طالعة وبعدين ممكن مثلا تفور ويعني يتغير لونها وتنحرق. أخذنا بعدين شوية مي وبدأنا نسطح فيه ونعدل الوجه نفس ما أنكم شايفين، بشوية مي ندهن الملعقة أو بإيدنا لحتى يساعدنا هذا الشيء، لحتى يكون سطح البسبوسة متساوي ومتعدل. وطبعا لما راح ينعم الوجه تبعها بهذا الشكل نفس ما أنكم شايفين، نعملها بإيدنا أو بالملعقة.
طبعا هذا الصحن حبينا نعمله بالمكسرات، ما نحشيه بالقشطة. حطينا عليه المكسرات حسب رغبتكم المتوفر عندكم، فول سوداني، فستق حلبي، اللي تحبونه وتفضلونه. وحطينا عليه ملعقتين شيرة أو قطر علشان ياخذ لون ذهبي لما ينشوى وأشقر وحلو، وكمان لحتى تلصق المكسرات. وهاي الصينية المحشية بالقشطة، بعد ما عدلنا كمان السطح تبعها راح ندهنها كمان بالشيرة أو القطر. إذا ما بدكم يعني لا تعملون، بس راح يعطي طبعا لون حيل حلو لما تنشوى. حطيناها بالرف الوسط على حرارة متوسطة، وراح نبدأ بتجهيز القطر. كوبين سكر وكوب مي، وراح نمزجهم مع بعض، نحركهم بالمشبك، وبعدها راح نغليهم على النار. راح ناخذ ربع الكوب اللي خليناه، وراح ناخذ الفرشاية ونبدأ ان بالقدرية نمسح الأطراف مشان ما بدنا اياه بعدين يكتل او ما ينجح معانا القطر بهذا الشكل. وراح نحط عليه رشة ملح الليمون او عصرة الليمون. بالنسبة للفرن احنا حطيناها مدة ربع ساعة من تحت وفوق، من فوق لحتى تتشقر وتاخذ اللون الاشقر الذهبي الحلو اللي احنا حابينه، على درجة 180. وخلينا طبعا القطر يغلي لمدة 3 دقائق لحتى يكون جاهز. طلعنا صينية البسبوسة من الفرن وهي سخنة، وبدنا القطر كمان يكون حار، اثنيناتهم حارة. وراح نبدأ نسق البسبوسة بالقطر بهذا الشكل نفس ما انكم شايفين، لحتى تتشرب وتكون هشة ولذيذة بشكل فظيع، يعني سكرها حلو ولذاذة يعني من الآخر. حبينا صينية القشطة المحشية بسبوسة بالقشطة نزينها بالجوز الهند ورشة قرفة حسب رغبتكم طبعا. وبهذا الشكل زيناها، شكلها يشهي وريحتها ولا أحلى من هيك. وهو لازم نخليها تهدى شوي أو تبرد، بس ما أعتقد راح تخلونها بحالها، أكيد راح تهجمون على هالبسبوسة اللذيذة. وصفتنا لليوم كانت هالبسبوسة اللذيذة، لذيذة بشكل لا تتصورونه، يعني ما بدي أوصف لكم ياها، أنا بدي إنه أنتم تروحون وتعملون هالوصفة وتجربونها وتستمتعون فيها لحتى تتذوقون أحلى وألذ بسبوسة. هاي البسبوسة إذا عملتمها وأخذتمها مثلا على مشوار على مكان، راح يسألوكم الكل عنها وعن طريقتها، لأنه طعمتها ما راح تنسى وتظل تحت الأسنان مثل ما بيقولون، من أحلى وألذ الوصفات.